طيب، أي نوع من التوافق بين القوى السياسية السودانية في الوقت الراهن هو شيء محمود، ولكن هل لماذا التوافق أي أثر على المشهد السياسي؟ هذا مثار تساؤل كبير، لأن ما يحصل الآن لا يختلف كثيرا عما حصل في بداية الثورة، حينما تداعت بعض القوى السياسية واسمت نفسها قوى الإعلان الحرية والتغيير، وكان عددها لا يقل عن نفس العدد الذي أعلن عنه اليوم، ولكن انتهى بنا الأمر إلى ما نحن فيه الآن من فوضى يعني عارمة. والإشكالية هي أيضا أن القوى السياسية التي وقعت هذا الميثاق الجديد الآن في القاهرة وقعت بغياب التقدم أو قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، وهذه أيضا قوى سياسية طبعا لا يمكن إقصاؤها من المشهد السياسي، وكأننا نفعل نفس الشيء الذي فعلته قوى الحرية والتغيير في بداية الثورة حينما أقصت حتى شركاء الأمس. أعتقد أن أي شكل من أشكال التوافق الذي يحصل بين القوى السياسية هو شيء محمود، ولكن لو تقدمت هذه القوى السياسية خطوة إلى الأمام بعض الشيء وخاطبت تقدم على الأقل حتى يكون في نوع من الشمول، وبالتالي إن توافق القوى السياسية كلها بلا استثناء هو ما سيؤثر عمليا على الميدان. طب في ظل يعني هذا الميدان المحتدم اليوم سيد رمضان، يعني هناك اشتباكات في ولاية الجزيرة، في أيضا ولاية شمال كردفان وولاية الخرطوم، يعني هذا الميدان المحتدم اليوم هل لهذه التوافقات السياسية بين القوى السياسية هذا يعني أن تثمر أي نتائج إيجابية؟ هي ممكن تثمر نتائج إيجابية إذا كانت النوايا حسنة، وإذا لم يكن هناك غرض غير الوطن، ولكن ما يحصل دائما بين القوى السياسية أن هناك دائما نوايا سيئة، أنهم يتكتلون من أجل إقصاء فلان، لا يتكتلون من أجل تقديم مشروع وطني يعني شامل يحتوي كل الناس. إذا حصل هذا طبعا هو الأفضل طبعا، لأن هو الأمر المفقود حاليا في السودان هو غياب المشروع الوطني، وبالتالي أي توافقات سياسية بعيدا عن هذا المشروع لن يكون لها أي أثر على الميدان، لأن القوى السياسية حاليا بعيدة جدا جدا عن المشهد السياسي تماما، يعني ليست قريبة منه على الإطلاق، لأن مع الأسف الشديد يعني قوى إعلان الحرية والتغيير التي كانت في الحكم يعني سلمت الجيش والدعم السري كل ما قلد السلطة، وهي أصبحت في الهامش، وبالتالي بتهميشها همشت كل القوى السياسية مع الأسف الشديد، وبالتالي أن أي توافق هو محمود، ولكن ينبغي أن تكون هناك خطوة للأمام مشروع وطني عريض يشمل الجميع ولا يقصي أحدا بأي شكل من الأشكال. شكرا لك سيد رمضان على جميع هذه الإيضاحات. من جنوب إفريقيا، رمضان أحمد، صحفي ومحلل سياسي في شؤون منطقتي الجنوب الإفريقي وشرق إفريقيا، أشكرك على طيب هذه المداخلة.